صحيت من النوم النهارده يا اخواتي، بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وببص لشكل كده بقول ايه يا جدع القمر ده؟ حد يكون صاحي من النوم قمر كده؟ فبصيت لشعري كده قلت ايه ده، انا شعري هايش ومتقصف كده ليه؟ تعالوا بقى، بما ان دوجي بعتت لينا كوليكشن تعالوا نجرب ده الشامبو بتاعها، ده البلسم طبعا، ما ننساش السيروم، تعالوا نجرب كل حاجه. اول حاجه لازم اتاكد ان كل المنتجات الشامبو او البلسم ما يكونش فيها اي مواد كيماويه. هنا اتاكدت واتاكدت ان هو صحي جدا للشعر، وبدات احطه على شعر الكميه المناسبه. لقيت الكميه ما كفتش، قلت اما احط شويه كمان. بدات ادلك قلت ايه ده، هو البتاع ده بيرغش لي؟ لقيت الموضوع جميل ورغى، والشعرايه بدات تبقى كويسه، وشال كميه الدهون والاتربه اللي كانت في الشعر، ونضف الشعرايه بجد كويس جدا جدا. هنا خلصت، تعالوا بقى نجرب البلسم ونتاكد برضو ان ما فيهوش مواد كيماويه. هنا قدامك الوصف بتاع المنتج، ما فيهوش اي مواد كيماويه. رحت جاي حاطط الكميه بتاعتي المناسبه يا باشا، وزودت شويه طبعا عشان ما كفتش في قلب شعر المره اللي فاتت الشامبو. فرحت جاي حاطط ومشاط ميه جمال كده يا باشا، ورحت جاي داعك 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 داعك، رحت جاي حاطط شويه ميه كمان كده يا باشا، وداعك داعك داعك. لقيت الشعرايه الهيشان اللي فيها بدا يقل خالص، والشعرايه حسيتها طريه قوي في ايدي حرفيا. والمنتج بأمانة ممتاز 100%، وبشكر شركة دوجي على الكوليكشن الجامد جدا ده. جبنا بقى السيرم بتاعنا اللي هو بزيت الشيا، وبدأنا نبدأ نحطه على فروة الراس وعلى الشعراية. زي ما انتوا عارفين ان السيرم مغذي جدا للشعر، هنا احط يا غلبان حط الشعراية، بقالها كتير حرفيا ما خدتش شوية تغذية. انا بقالي فترة مهمل في شكلي اقسم بالله، طبعا ما يغرك الشكل زي الزفت اول ما صاحي، بس عندي مشوار بقى الساعه 9:30، فاستحملونا شويه استحملونا. نجرب كل حاجه على نفسنا زي ما احنا معودينكم، طالما هننصحكم بحاجه يبقى لازم نجرب كل حاجه الاول على نفسي قبل ما اديها لكم، قبل ما انصحكم بيها. ده تحط الكميه الجميله بتاعتي، ولازم ادلك فروه الراس والشعرايه كويس جدا. واحد يقول لي ليه؟ هقول لك عشان المنتجات بتاع دوجي دي كلها ما فيش اي مواد كيماويه، وخد مني انا كلمه ثقه تمام. تاني حاجه، انا لازم اغذي الشعرايه كويس يا عم. يا عم ولو انا اتضريت كمان هطلع اقول لك انا اتضريت من كذا كذا، لكن انا شعري حرفيا بقى صحي 100% اقسم بالله. هنا خلصت تدليك في الشعر، وقلت تعالى بقى نسرح الشعرايه ونشوف شكل التقصف اللي فيها والشكل بتاعها في فرق عن الاول ولا لا. ده تجيب الفرشه السلك بتاعتي الجميله، طبعا الفرشه ديت ولا هي بتشد الشعرايه ولا اي حاجه، فرشه مفرقه وجميله جدا، وانا بحب اسرح فيها اقسم بالله كمان، وتنفع للشوار لو بتنشف شعرك بالشوار. لقيت الشعرايه الهيشان اللي فيها راح، والشعرايه مسكت نفسها واتجمعت كده، والدنيا جميله، وهنا كنت مبسوط جدا وهبدا مشواري مظبوط. وكده بقول بجد شكرا شركه دوج، بس كده سلام.